بزاوية الركن الزراعي لليوم رح نكون مع المهندس سيرة باب وردي، رئيسة دائرة المرأة الريفية، للحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وأهمية الزراعات الأسرية الريفية القادرة على تأمين فرص عمل للمرأة وتفعيل دور المرأة أيضا بما يتناسب مع مكانتها الاجتماعية. لنحكي أكثر حول المشروع الجديد بما يخص المرأة الريفية. منرحب سوا بالمهندسة، أهلا وسهلا فيك أنسة يعني رباب، يسعد صباحك. اهلا بك، يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك انسي رباب، دائما عم تكوني معنا بصباحاتنا ومتابعينكم بدائره المراه الريفيه، يعني هي الدائره اللي بتهتم بالمراه الريفيه وايضا تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وكنا نحن باكثر من مشروع معكم، يعني فعلا وصول المراه الريفيه الى هذا المستوى الاقتصادي وتمكينها وايضا رعايتها وخصوصا الاسر المحتاجه، يعني كنتوا عم تكونوا بمتابعه مستمره ودائمه لاغلب المناطق القرى حتى يعني البعيدة، كنتوا عم تحاولوا فعلا توصلوا لأكبر عدد وأكبر مساحة جغرافية ممكنة. هلأ مشاريع متعددة، أهم مشروع هلأ نحن كنا ذكرنا بالمقدمة هي الزراعات الأسرية، ياريت لو هيك ناخد فكرة عنه بعدين ندخل بتفاصيله. تكرمي وشكرا لمتابعتكم لإضاءتكم على عملنا. حقيقة نحن عملنا لتمكين دور المرأة، ومن أهم المشاريع الحالية هي مشروع الزراعات الأسرية لموسم عام 2018-2019. هذا المشروع هو بدعم حكومي، اختصت محافظة اللاذقية ب 3000 منحة ل 3000 أسرة مستفيدة في مشروع الزراعة الأسرية أو الحديقة المنزلية. مضمون المشروع أنه دعم الأسر الريفية بمستلزمات الزراعة لحديقة منزلية لتأمين الاحتياجات الغذائية لكل أسرة، بالإضافة لتحقيق مصادر دخل إضافية من منتجات الحديقة، والتركيز على دور المرأة في زراعة الحديقة بالمنتجات المختلفة سواء كانت ببذور خضار صيفية وشتوية، وبالإضافة إلى تعليمها وتدريبها على التصنيع الغذائي من منتجات الحديقة. طبعا مفرزات المنحة أو مكونات المنحة شبكة ري بالتنقيط لمساحات حدائق مختلفة تتراوح بين 300 وال 400 وال 500 متر مربع، بالإضافة إلى حزمة بزار خضار صيفية وحزمة بزار خضار شتوية، بالإضافة إلى تدريب للنساء الريفيات على شبكات تمديد شبكات الري، على بعض العمليات الزراعية اللازمة، وعلى التصنيع الغذائي. نعم أنسة رباب، يعني إذا حضرتك في عندك إضافة حول المشروع تفضلي تابعي. طبعا هذا المشروع رح يتنفذ على مرحلتين للموسم. رح نستهدف في المرحلة الأولى 2638 أسرة، والمرحلة الثانية 362 أسرة. طبعا قيمة المنحة تقدر لكل أسرة ب 90,000 ليرة سورية. طبعا نستهدف نحن الأسر الريفية المقيمة في القرية بشكل دائم، التي يتوفر لديها مساحة من الأرض بجانب المنزل مثل ما حكينا، بالإضافة إلى مصدر ري دائم. طبعا تعطى الأولوية للمعيلات الأسر، لذوي الشهداء، للجرحى، للأكثر فقرا والراغبين حتما بالزراعة. من أجل دعمهم اقتصاديا مثل ما حكينا، وتحقيق تمكين للمرأة وتمكين المجتمع الريفي بشكل عام. نعم. بالنسبة لأنواع الزراعات الريفية اللي عم يتم اعتمادها والتوسع فيها ضمن هيدا المشروع، أهم أنواع الزراعات اللي أنتم بترتقوا أنه ممكن المرأة الريفية تستفيد منها وبتوجهوهم يعني ضمن خطة معينة للاستفادة أكثر من خلال هذه الزراعات؟ طبعا أهم أنواع الزراعات حاليا هي الزراعات الخضار. نعم. بأصناف بأنواع المختلفة الصيفية والشتوية. نعم. طبعا زراعة الخضار المختلفة والمتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ممكن كمان أنا من خلال هاي الخضار أنا أحقق تصنيع غذائي مثل المخللات المربيات أنا أستفيد منها. بالإضافة للخضار المختلفة بأنواعها، يعني سواء كانت الصيفية أو الشتوية ما في داعي لذكر مثلا. نعم، يعني تتقيدوا أيضا بالموسم، يعني بحسب الموسم والعروة. بالإضافة للخضار بأنواعها في عنا نتوجه أيضا إلى زراعة النباتات الطبية والعطرية.
يعني كثير بنوجه. في عندنا محور خاص ببرنامج تنميه المراه الريفيه عن النباتات الطبيه والعطريه والاهميه بزراعتها، لانها فعلا هي بتحقق مصدر دخل من كلفه بسيطه ممكن انا احقق مشروع يعود لي بربحيه كبيره. فنحن بنشجع السيدات الريفيات على زراعه الزعتر، على زراعه النعنع، زراعة الريحان. نعم. أو الحبق يعني اسمه، بالإضافة إلى المليسة، وأيضا بندربهم على طريقة التقطير، كيفية الحصول على الزيوت العطرية، بالإضافة إلى صناعة المجففات النباتات الطبية والعطرية. وهي كلها تعود برعية اقتصادية كبيرة، مثل ما حكينا أنه أنا ممكن من كلفة بسيطة ممكن حقق ربحية عالية. نعم. لأنه هي المكونات أو القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية كتير عالية، خاصة أنه مثلا مثل الزعتر يستخدم له استخدامات تانية، مثل صناعة زعتر المائدة، مثل المقطر الزعتر، المجفف الزعتر. فبالتالي نحن كمان بالإضافة إلى الخضار نشجع على زراعة النباتات الطبية والعطرية. نعم. بالإضافة طبعا لابد لا يكون في الحديقة المنزلية، لازم يكون وجود بعض غراس الفواكه المتعددة، مثل ممكن يكون عندنا الحمضيات، الليمون لازم، يعني لازم يكون في ليمون. صحيح. لازم يكون في بعض أنواع الحمضيات. نعم. لازم يكون في عندنا كمان عم يشجع ليرجعوا يزرعوا توت. التوت كتير مفيد. صحيح. لأنه كمان بيهمني أنا في عندي محور أنه كثير بنركز انه نرجع نربي دودة الحرير، فكمان نحن بنشجع السيدات انه نرجع كمان نزرع التوت. وفي هلا عندنا اصناف بمديريه الزراعه بمشاتلنا، اصناف قزميه وكثيره الاوراق، وممكن كمان انه نستخدمها في تربيه التوت. نعم. دودة يعني انواع الحرير عديده ومتعدده من الزراعات انسي رباب، يعني سواء كانت من الخضار او الفواكه. صحيح. مثل ما ذكرت يعني فعلا في بيانات بتاخذوها قبل منح طبعا هذه طبعاً. الاسر، مثل ما ذكرتي من الاكثر فقرا الى اكثر من ممكن سبب وشروط يعني حتى طبعاً تقديم معي. هذا المنح. صحيح. بنحكي هل في هناك شروط اخرى غير مثلا ممكن تكون الاسر الفقيره او الاسر التي فعلا هي بحاجه او الراغبين بالزراعه؟ طبعا اهم يعني شيء دائما انا شروط لما بدي اعطي منحه او مستلزمات اي مشروع لاي شخص، اول لازم يكون عنده الرغبه. نعم. لانه اذا ما عنده الرغبه بالعمل فانا عم بقتل وعم بهدر الماده اللي انا عم بعطيها. اول شيء الرغبه، الاقامه الدائمه في القريه، انا عم شجع اهل القريه انه يكون في. فانا لما بدي عم اتوجه للريف، فبالتالي انا لازم اتوجه للناس القاطنين في القريه في الريف. ثالث شيء انه طبعا لما بتتحقق انا مواصفات اي مشروع، فبالتالي في مكملات له، مثلا في اولويات. فانا لما في بتتحقق عندي الشرط انه في المستلزمات للمشروع، بقى بتجي عندي الاولويه. انا دائما معيلات الاسر، الاسره اللي فقدت معيله، المراه اللي فقدت زوجها او زوجها جريح او صار يعني او مخطوف، فبالتالي انا هي المراه انا لازم ادعمها، انا واجبي اني ادعمها بالدرجه الاولى. ثاني شيء مثلا الاسر اللي عندها مرضى، اللي عندها اعاقات، الاسر اللي عدد افراد كبير، فبالتالي نحن عم نتوجه للفئات المهمشه، الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع، حتى ندعمهم وندعم المراه في هالاسره ونمكنها اقتصاديا واجتماعيا حتى ننهض بواقع اسرنا. نحن واجبنا انه ننهض بكفاءة بدور المراه بدور نعم. يعني المجتمع من خلال هالمشاريع اللي عم بتقدموها من كافه النواحي سواء كانت الاقتصاديه والاجتماعيه. نعم. اذا بدنا نحكي عن السياره باب حول يعني المشاريع اللي قدمتوها، وهلا في مشروع جديد ضمن هذه المشاريع، اكيد لازم دائما في متابعه وتاهيل وتدريب لهؤلاء أكيد. المزارعات، وايضا بالنسبه للمهندسات اللي متابعين معهم هذه المشاريع، خبرينا عن اهميه عمليه التاهيل والتدريب والشيء الجديد اللي عم تطرحه، وكل يوم في أفكار أكيد. جديدة، حضرتك خبرتينا ببعض طبعاً. الأفكار. التدريب والتأهيل أهميته لاكتساب الخبرات والمهارات بالطريقة الصحيحة. طبعاً أكيد كثير مهم التأهيل والتدريب حتى للمهندسة أولاً ثم للفلاحة، لأنه أنا عندي دائماً محاور جديدة، تقنية جديدة، فبالتالي لازم أهل الفنية أو المهندسة أو المسؤولة حتى تنقل هاي المعلومة الجديدة أو التقنية الجديدة صحيح. للمزارعة. فنحن عنا في برنامجنا
في عنا دورات تأهيل وتدريب للفنيات، وفي عنا دورات تدريب وتأهيل للمزارعات بالمحاور المختلفة. في عنا بالحديقة المنزلية، بالتصنيع الغذائي، بتدوير المخلفات، بالنباتات الطبية والعطرية، بتربية الحيوان. نحن حاليا نفذنا بالربع الأول من هالسنة 3 دورات تدريبية، دورتين منهم للمهندسات. أول دورة كانت تنمية المجتمع المحلي، كيفية تنمية المجتمع المحلي. الدورة الثانية كيف تؤسسين مشروعا خاصا بك. ونفذنا دورة بالقطيبية للفلاحات عن الحديقة المنزلية وأهميتها، وهي خلال هذا العام. طبعا بالعام الماضي نفذنا 21 دورة. ما بين ركزنا في 3 ورشات عمل كانت منهم عن الزراعة الأسرية، وكانت دورات أيضا للمهندسات والفنيات عن المحاور اللي حكينا عنها. يعني دورات عديدة كانت أكيد من أجل نشر الوعي الزراعي بالنسبة للفلاحات، وأيضا تأهيل الكادر التدريبي الموجود عندكم في دائرة المرأة الريفية. هلا أكيد كل هذا التعب، خلينا نقول أنسي رباب، لازم يظهر يعني انه نتاج المراه الريفيه، وايضا تعبكم انتم ككادر تدريبي للفلاحات، يعني من خلال عرض نتاجهم الزراعي خلال العام، من خلال صالات العرض. صحيح. وايضا منافس البيع. نحن عم نشوف في مديريه الزراعه اصبح هناك مطعم خاص بالمراه الريفيه ومعرض خاص بمنتجاتهم. يا ريت لو نحكي اكثر عن تفاصيل التسويق. طبعا التسويق أهم حلقة، وهي دائما هي الحلقة النهائية بمراحل الإنتاج. فأنا عم نعطي مستلزمات مشاريع، عم ندرب، لازم نسوق بالنهاية. فكان يعني صالة البيع هي كتير ضرورية، ومنافذ البيع كتير ضرورية لديمومة واستمرارية المشاريع، مشان ترجع رأس المال ويرجع الربح للمرأة. فبالتالي نحن حقيقة يعني هذا صالة بيع منتجات المرأة الريفية هو عمل نفتخر فيه، لأنه فعلا عم يحقق رعية اقتصادية للنساء. صحيح. اللي عنا يعني من خلال كشوف الحسابات اللي في صالة بيع منتجات المرأة الريفية يلي كل شهر عم تصير، حقيقة في مبيعات صار مثل مردود دائم لكل سيدة. كل سيدة مثلا بتجيب تقبل مبلغ معين، وهذا المبلغ كويس كثير، عم يعطيها تشجيع. يعني انه صار عندها مثل مصدر رزق دائم. وحتى يعني في بعض السيدات عم يكون مدخولهم الشهري اكثر من راتب الموظف العادي، فبالتالي عم يحسوا فعلا انه هذا المركز عم يحقق لي شيء. وعم يحقق لي ديمومه، وهذا عم ينعكس عليها ايجابا، انه عم تطور نفسها وعم تطور منتجاتها. صحيح. وعم تشجع النساء اللي حواليها ليجوا يشتركوا معنا يعني في صالة البيع. اقتصاد وطني زراعي، يعني أكيد. هي عم تنتجه المراه الريفيه السوريه بايدها، يعني أكيد من منتجات بلدنا، وهذا الشيء بيعود على يعني كاسره هي مثل ما ذكرتي زراعيه بالنفع الاقتصادي وايضا باقتصاد البلد، يعني تشجيع للزراعه الوطنيه ايضا. نعم. صحيح، كتير تشجيع لإلها. وبالتالي في عنا كتير نسبة زيادة بالنساء اللي بدهم يسوقوا عنا بالمركز، بالإضافة إلى أنه عم يحقق رعية اقتصادية شبه ثابتة، أنه كل شهر أنا إلي مبلغ معين من المال. فبالتالي عم ينعكس كتير إيجابا على تطوير المنتج وعلى تطوير المرأة المشاركة معنا. صحيح. بالتسويق. نعم. أنسي رباب، نحكي بشكل عام ضمن عام 2018 هذا العام، المشاريع اللي بدأتوا فيها اليوم وصلتوا لمشروع كتير حلو، هلأ عم نحكي عنه، عم يرجع بالنفع يعني مثل ما ذكرتي قبل شوي على المرأة كمدخول ثابت لإحياء وإعادة إحياء هالمرأة الريفية اللي عندها كتير شيء حلو شفناه طبعا بفضلكم لما سوقتوا لهالمنتجات وتابعنا المرأة الريفية. خبرينا عن أهم المشاريع والأعمال بشكل عام اللي قدمتوها واللي اشتغلتوها لحتى وصلتوا لهون. طبعا نحن انطلقنا من عام 2016. نعم. بمديرية تنمية المرأة الريفية بمشروع كان مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر. نعم. هذا المشروع انطلق للقرى الأكثر فقرا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، عبر حزمة من البرامج كان بأهمها التمويل والتدريب والتأهيل. فتم تقديم قروض للنساء الريفيات وتمويلهم، كان تقدم بمحافظة اللاذقية من عام 2016 لعام 2012 1310 قروض في 37 قرية. قروض زراعية وخدمية. طبعا بعد عام 2012 بهذا العام بلشت برامج جديدة عنا في مديرية تنمية المرأة الريفية. فكان عنا برنامج المنح الإنتاجية لجرحى الحرب وأسرهم، فقدمنا 60 منحة
عبارة عن مشاريع متناهية في الصيغة لأسرة الجريح، لحتى يكون تحقق رعية اقتصادية، دعم اقتصادي للأسر الجرحى. وكانت قيمة المنحة في 150 ألف. بالإضافة للمنح الإنتاجية لجرح الحرب، كان عندنا المنح الإنتاجية لمعيلات الأسر، وهي المنح قدمنا فيها كمان منح مشاريع إنتاجية نعم لمعيلات الأسر، واستهدفنا فيهم أيضا السيدات المحررات في ريف اللاذقية الشمالي. نعم طبعا قدمنا فيه 181 منحة منهم لمعيلات الأسر وللمحررات في ريف اللاذقية الشمالي، أيضا مشاريع متناهية في الصغر زراعية وخدمية. نعم قيمة المنحة الأخيرة كانت 250 ألف لكل سيدة. نعم بالإضافة لمنح الإنتاجية، في عندنا برنامج المساعدات العاجلة لدعم الأسر الريفية. هذا البرنامج المنح المساعدات العاجلة كان بالتعاون مع المنظمات، نعم كمان قدموا لنا يعني بالتعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات المختلفة نعم مشاريع مختلفة سبل العيش. فتقدم لنا مشاريع في تربية الدجاج البياض، مشاريع في تربية النحل، مشاريع في الزراعة الأسرية أيضا، نعم مشاريع في مجال الزراعة المحمية، نعم مشاريع كمان في إنتاج الغاز الحيوي. فقدمنا يعني تقدمت مجموعة من الخدمات في نعم هذا يعني الإطار مشاريع عديدة ومتنوعة. للنهوض نعم بواقع الأسر الريفية ودعم المزارع والمزارعة وتقديم نعم مستلزمات وأكيد الإنتاج. أنتم دائما بشكل مستمر وكان لكم مشاركات متعددة بمعارض متعددة، كان أهم مشارككم بمعرض دمشق الدولي صحيح هي كانت المشاركة المميزة والناجحة، يعني فعلا كان لمحافظة اللاذقية ودائرة المرأة الريفية كان لها هي الحصة الكبيرة من التميز بهذا صحيح المهرجان. يعني شاركتوا بعام 2017 مشاركات، هل في مشاركات دولية قادمة أو على خارج مستوى المحافظة بالنسبة لصالات العرض؟ هلا بالنسبة لصالات العرض، نحن حاليا بهذا العام إن شاء الله رح نفتتح 3 صالات عرض بالمحافظة في منطقة الحفة ومنطقة جبلي ومنطقة القرداحة. نعم يعني قيد التجهيز حاليا يعني وإن لسه شاء الله فقط قريبا بالمدينة والريف. نعم طبعا بالريف نعم بمراكز المدن والمناطق الأخرى من أجل تشجيع النساء في كل منطقة. حلو ثانيا نحن شاركنا السنة بمهرجان بعدة مهرجانات، آخرها كان مهرجان التسوق الشهري اللي صار في محافظة اللاذقية نعم بمدينة المعارض نعم الجديدة، بمدينة المعارض وحاليا عندنا مشاركة أيضا بكرة في عندنا مهرجان جديد رح نشارك فيه أيضا بهي المدينة، بالإضافة إلى مشاركتنا بمهرجان بمعرض البيئة وتدوير حلو المخلفات اللي تم نعم الشهر الماضي. وحاليا طبعا راح نشارك أيضا بمعرض دمشق الدولي إن شاء الله إن شاء الله نعم بوقته. نعم أنسة رباب، يعني هل من مقترحات بعض هيك يعني المقترحات اللي ممكن نسمع من حضرتك لتطوير أكثر لإضافات أكثر؟ دائما بيكون يعني بالعمل أو بمجال عملك بيوجد بعض الاقتراحات اللي بتشعري إنه ممكن لسه ممكن أفضل للقدام طبعا أفضل، فخبرينا عن بعض المقترحات اللي ملاقيتيها ممكن يكون في تطوير أكثر لهذا طبعا هلا المشروع. في المقترحات الجديدة واللي عم نشتغل عليها كمان، انه المقترح لازم دائما يقترن بتنفيذ. طبعا فعم نشتغل هلا على وحدات تصنيع في المراكز في القرى. فعندنا هلا عم نشتغل على مركز تصنيع وحدة الإنتاج وألبان وأجبان وكنسروة في وحدة قبو العوامية، وعم نشتغل على وحدة إنتاج صابون الغار في قرية الدالية، وعنا عم نشتغل على إنتاج النباتات الطبية والعطرية وإنتاج زعتر المائدة في قرية بستين. حلو وكمان تقريبا يعني العمليات شبه رح تكون نعلن عن افتتاحها قريبا. إن شاء الله وحدات التصنيع أهميتها أنه بتكون مصدر عمل، توفير مصدر عمل للمجتمع المحلي المقيم في نعم القرية للنساء بيشتغلوا فيها، ومنه بتكون مصدر رزق، صحيح ومنه أنا بحصل على منتج ريفي
بآلية بجودة تصنيع جيدة. نعم، لطالما كنتم مميزين أنسي رباب بدائرة المرأة الريفية فعلا بجهودكم الدائمة والمستمرة فعلا من أجل تمكين المرأة الريفية اقتصاديا وتحسين من مستوى المعيشة في محافظة اللاذقية وأيضا مثل ما ذكرت بالمناطق المحيطة. نتشكر أكيد جهودكم، نتشكر حضورك معنا لليوم، نتشكرك الأنسي رباب وردي حضرتك رئيس دائرة التنمية الريفية. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم تضويتكم على شغلنا، وإن شاء الله بنكون عند حسن الظن وثقة الناس فينا، وإن شاء الله دائما منحقق نحن، يعني نحن دائما رديف للجيش العربي السوري. صحيح. والله يحمي سوريا، وإن شاء الله هلا عم نحقق الانتصار، ونحن بزمن الانتصار لازم يكون الانتصار على جميع الجبهات، وإن شاء الله بيعم الخير على جميع الوطن. أكيد أنسي رباب بجهودكم اللي عم نشوفها بالنتائج اللي عم تطلع فيها، أكيد أنتم جنود أيضا ضمن يعني هاي الفترة اللي عم نمر فيها. بدنا نتشكرك، نتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا. شكرا لكم.